أيضا مشاهدينا الكرام، عندنا فقرة جميلة جدا وهي أخبار منوعة من هنا وهناك. أولى الأخبار بسبب الكمامة، نادي يحصل على تبرعات ب80,000 دولار، حيث حصل هذا النادي الشاب يعمل في أحد مقاهي ستاربكس في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية على مبلغ قدره 80,000 دولار بعدما اعتذر عن خدمة عملية رفضت ارتداء الكمامة. بدأت قصة النادل عندما التقطت الزبونة صورة له ونشرتها على حسابها في فيسبوك. كتبت هذه الزبونة: هذا لين غوتريز من ستاربكس رفض خدمتي لأنني لم أكن أرتدي كمامة، في المرة المقبلة سأتصل بالشرطة وأحضر إعفاء طبيا. وأثار منشورا تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي حيث علق عليها العديد من المستخدمين وتشارك الآلاف، ليس دعما لها بل تعاطفا مع النادل، إذ حظي غوتريز بمساندة أغلب المتابعين على فيسبوك وتويتر. فقد أطلق أحد المتابعين حملة إلكترونية لجمع التبرعات للين غوتريز البالغ من العمر 24 عاما وتعويضه عن الضرر الذي تسبب له فيه المنشور، وبلغ مجموع التبرعات حتى الاثنين نحو 80,000 دولار بحسب موقع CNN. يعني تشوفين أنه الموضوع النافعة. ربما ضارة النافعة. هو الشخص هذا محترم جدا وطبق تعاليم الأمور والإجراءات الاحترازية من هذا الوباء، وخلص أنه قال أنه أنا ما راح أقدم لك أي شيء لأنك ما ملتزم. صراحة أنا أيدي يعني، والمفروض هو هذا اللي يصير حتى الكل يلتزمون. ننتقل إلى يعني خبر آخر اللي يتحدث عن اليابان، حيث الياباني ميتشو هاتشي البالغ من العمر 45 عام هو أول رجل في العالم يحصل على درجة الماجستير في دراسات النينجا، وبعد أن أمضى عامين كاملين لإتمام المنهاج المطلوب لأجل الحصول على هذه الدرجة من إحدى الجامعات اليابانية، واللي تضمن دراسة تاريخ وتقاليد وأساليب المقاتلين في النينجا. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن هذا الرجل قوله أنه انتقل إلى مقاطعة إيغا الجبلية واللي تبعد 350 كيلومتر عن العاصمة طوكيو، وذلك لأجل أن يفهم ويتعمق أكثر بطرق عيش مقاتلي النينجا بشكل أفضل. وأضاف الرجل أيضا أن هذا المكان الذي اعتاد النينجا على العيش فيه منذ بداية العصور، وساهمت طبيعة المكان بتشكيل وطبيعة مهارات المقاتلين اللي قبله أيضا.